معلم كيف قدرت تنفوت؟ عابد موتي رتب له الختيار الكبير وما كنت بعرف حتى صرت قدامه. قصدك انه الانفجار ما كان حقيقي؟ بلا حقيقي، بس في شغلات ما كانت بالحسبان. هلا من شان هيك عم بتخبي وشك؟ ما في حدا بيعرف اني عايش يا عابد. معلم وبابا عمر وماما نازك هدول كانوا بيعرفوا. طيب ونحن ليش خبيت علينا؟ عابد انتو يلي خليتوا الناس يصدقوا موتي، ما حدا شاك اني ممكن يكون عايش بعد ما شافوكن قديش كن زعلانين. بدك ما تأخذني يا أخي، كانت هي تعليمات المعلم مراد. نهاد انت خليك هون. حاضر معلم. من هون معلم وصلوا الجماعة وفي معهم زلمة مقعد عم يوزعهم على المكان. عابد لازم يبقى واحد منا هون لحتى نقدر نمسك سنجر. شو رح نعمل معلم؟ رح ننفصل فورا، انت رح تطلع من ورا وانا ونهاد رح ننهي مجموعته الامنية. انا رح ضل مع نهاد معلم. عابد بتعمل اللي عمل لك عليه وبس. ماشي معلم. نهاد اذا ما كنت مجبور ما طوّس على حدا، هدول مجموعة الامن القومي والبلد من حاجتهم كلهم. يلا أمنوا المنطقة حواليا، رح أفوت لحالي لهنيك. سيدي خلينا نشوف إنه المنطقة آمنة بالأول وبعدين فوت.
وقفوا، كأنه في حدا قدامي. انتبهوا، طلع في حدا جوا، فوتوا ساعدوه. سيدي ما رح نتركك من دون حراسة. ابن الملفات تبعنا أهم من كل شيء، إذا وقت ورقة بالإيدين الغلط رح تسبب لنا مشاكل كتير كبيرة. معلم إذا ما قوصت عليهم رح يقتلونا. معلم خلص رصاصي اللي معي. معلم، معلم انت منيح؟ اللي انت منيح؟ منيح. نعم عابد، وضعنا مو منيح، رح طلع المعلم من ورا وهني لاحقينا. نهاد، نهاد، شو بدنا نعمل؟ رح نفجره. فاطمة وحيدر تعالوا معي، طلحة ومرساد الختيار الكبير ناطركم. عابد هدول عم يلاحقونا. We'll be right back.
مين هذا المقنع لك؟ مين؟ على طول بيكون سابقنا بخطوة. ممكن يكون زلمة الرئيس السابق يا ميرساد. ما مبين عليك قديش مدرب؟ شو لقيتوا شي؟ سيدي لقينا هي الإبرة. المقنع مدمن على المورفين. والملفات؟ سيدي حيدر وفاطمة لحقينه بالسيارة. اركبوا بالسيارة خلصوني. معلم على هالوضع رح يمسكونا. الكيس جاهز؟ ايه جاهز. انزل. انفصلوا فريقين، مين يلحق المقنع ولا الملفات؟ الرئيس بده اياكم تلحقوا الملفات. يلا. هيك؟ ايه معلم. وينو سنجر؟ فلت من ايدينا معلم. لا تخاف شوي ومنصير بالمشفى. لا مو على المشفى، خدنا على بيك ليلى. الملفات شو صار فيهم؟ لا تخاف معلم، الملفات بأمان.